في داخل مجلس النواب دائما النقاش بهذا الموضوع تكون الجلسات سريه لا تبث في حينها، ممكن 6 اشهر، ممكن سنه، فلنضاعفها سنتين، حيث توجد قوات الاحتلال لا يوجد بناء للقوات العراقيه. والقاده العراقيين قادرين ب6 اشهر بسنه بناء قوات عراقيه كامله وقويه. العراق لم يبدا من الصفر. يعني البناء الذهنية العسكرية العراقية تجربتها كبيرة جدا، فنحن لا نتحرك من فراغ. هذا من ناحية الاستعداد النفسي والاستعداد الجسدي لأبناء الشعب العراقي. أما من ناحية الأسلحة، الأموال العراقية كافية يعني كبيرة جدا. يعني ميزانيتنا الآن فائض، خلال 6 أشهر ستضاف سيتم التصويت عليها، أصبح 71 مليار. لكن سيد نصار الآن الآن ممكن نعم. الآن الجهود العراقية والجيش العراقي بدأ يتطور بشهود أو بإجماع جميع القوى السياسية العراقية. نحن مع هذا التطور، ولكن نريد قوات عراقية تتحمل مسؤولياتها. الجيش مهمته الأساسية هو الدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء خارجي. هل ممكن أن يوجد جيش بلا دفاع جوي؟ هل يمكن يوجد جيش بلا دبابات أعداد يعني كبيرة ومتطورة جدا وآليات متطورة جدا؟ نعم، الجيش على مستوى المحلي ممكن أن يؤدي الأعمال، وهي في بعض دول العالم تقوم بها الشرطة المحلية. هذه الأعمال يقوم بها الجيش داخل العراق تقوم بها الشرطة المحلية في الدول الأخرى، تسليحها حتى أقوى من تسليح الجيش. فنحن نقصد البناء الحقيقي والنهائي بحيث القادر على درء اي هجوم ضد العراق في المستقبل او اي اعتداء على العراق في المستقبل. هذا الجيش الذي نريده، وان شاء الله يتم بناء القوات المسلحه والجيش. ولكن اقول وجود المحتل هو معيق لبناء القوات العراقيه بالشكل الصحيح. طيب سيد نصاري، ناخذ فاصل ونرجع نكمل حديثنا. مشاهدينا فاصل ونعود اليكم. سيد نصاري، نتكلم عن زيارتكم إلى الشقيقة سوريا، ماذا تمخض عن هذه الزيارة؟ حقيقة هذه هي لجنة الأخاء العراقي السوري. المعروف أن مجلس النواب تشكل لجان صداقة، هذه لجنة خاصة ليست ضمن لجان الصداقة، مثلا نقول لجان الصداقة العراقية الروسية، لجان الصداقة العراقية الماليزية. هذا لا، لجنة الأخاء العراقي السوري شكلت بشكل خاص وضم مختلف الكتل العراقية. الأساس بزيارتنا السورية فيما يتعلق بالمهجرين العراقيين في داخل سوريا. حقيقة هناك كثير من المشاكل. أهم مشكلة المعروف أن سوريا ما تميز بين أبناء الشعب العراقي وبين أبناء سوريا. يعني المعروف أن سوريا هنالك دعم لكثير من السلع وحتى المحروقات، فالعراقيين لا يباع، يعني ما تباع هذه السلع بسعرين، سعر خاص للعراقيين وسعر خاص لأبناء الشعب السوري. لهذا السبب درسنا هذه الأوضاع، لأن احتمال حتى نقدم توصيات بزيادة كبيرة لدعم اللاجئين الموجودين بسوريا. هذا من جانب فيما يخص الحكومة العراقية. من جانب آخر هنالك بعض الدعايات، هذا تبين من خلال لقاءاتنا مع القادة السوريين وخاصة السيد وزير الداخلية السوري، بأنه العراقيين أمهلوهم إلى يوم 15/7 بمغادرة العراق. وجاءتنا هذه الشكاوى من بعض المواطنين، والتقيت أنا ببعض، حقيقة بعض العراقيين قالوا هذا الكلام وطلبوا من عندنا أن نناقش. لا تبين هذا كلام غير صحيح. لكن سيد نصار، أغلب العراقيين ما عندهم إقامة، ما عندهم ورقة إقامة تحميهم في سوريا. هل ادخلت اللجنة الأخاء لحماية العراقيين بإصدار إقامة للعراقيين في سوريا؟ حقيقة الإقامة موجودة، لكن أغلب العراقيين ما عندهم إقامة. المشكلة اللي موجودة الآن أنه كل شهر يراجعون دوائر الدولة، كل شهر يجب أن يراجعون أن يثبتون إقامتهم. هذا من خلال لقاءاتي مع كثير من المواطنين في سوريا. حقيقة ناقشنا هذا الموضوع ووعدونا خيرا بأن تكون 3 أشهر أو 6 أشهر، وهذا ما طلبناه في حينها. حقيقة الأعداد المواطنين العراقيين هنا يقدر بمليون ونص تقديراتهم، يعني قسم قدروا 2 مليون.
لكن لا توجد وثائق رسمية بالرقم النهائي. هذا حقيقة هو رقم كبير جدا. المشكلة الأساسية به هو اللي يجب أن يكون هناك دعم حكومي عراقي لسوريا فيما يتعلق بالمقيمين العراقيين هنا. أما المشاكل الأخرى حقيقة أوعدونا خيرا بها، وهي مشاكل كثيرة يعني تم مناقشتها، لا أحب أن أطرح بعضها. فحدث نقاش طويل وأوعدونا خيرا إن شاء الله تعالى. سيد نصار، كلمة أخيرة تحب توجهها عبر برنامجنا؟ أقول بعد هذه الفترة من سقوط نظام السابق من 2003 ولحد الآن، على النخب السياسية العراقية أن يغادروا مفهوم المحاصصة، وأن نلتجئ إلى شيء يربط جميع العراقيين مختلف تكويناتهم السياسية الإثنية القومية الدينية، وهو المواطنة، مواطن في وطن. المواطنة والتأكيد على المواطنة والتي معيارها هي الكفاءة حقيقة، فلنغادر عقلية المحاصصة، فلنغادرها لأنها هي أدت لهذا التدني الكبير بتقديم حتى الخدمات لأبناء الشعب العراقي، حتى مستوى الوعي السياسي لأبناء الشعب العراقي، كلها نتاج هذه المحاصصة. فإن شاء الله نغادرها، وأطالب النخب السياسية بمغادرتها. هذه نصيحتي، وهذا هو الحل الأمثل للعراق الجديد. شكرا جزيلا عضو مجلس النواب العراقي ورئيس الكتلة الصدرية الأستاذ نصار الربيعي، شكرا جزيلا. عفوا. كما أشكر مشاهدينا، وأتمنى أن ألتقيهم في حلقة قادمة.